شهدت مختلف المناطق في مملكة البحرين اليوم سقوط أمطار الخير بشكل متفرق. وصاحب سقوط الأمطار الرعدية رياح جنوبية وصلت سرعتها إلى 17 عقدة، وبحسب إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فإن تساقط الأمطار سيتواصل خلال اليوم، محذرة من هبات شديدة السرعة قد تصل إلى 35 عقدة مع ارتفاع في موج البحر قد يصل إلى 8 أقدام.